الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. دائما في الحقيقة نتحدث أو يتحدث الكثير خطباء وغير خطباء عن التعامل مع المجتمع، التعامل مع الزوجة، التعامل مع الأولاد، التعامل مع الأصدقاء، التعامل مع الغير. لكن لا نتحدث وقليل منا يتحدث عن التعامل مع أقرب شيء إليه وهو النفس. كيف نتعامل مع النفس؟ الحديث قليل عن هذا الجانب. هذه الآية القرآنية الكريمة إنما تتحدث عن قاعدة من القواعد المهمة للتعامل مع النفس، وعن وسيلة من الوسائل المهمة لعلاج أمراض هذه النفس. نجد أن الإنسان هذه الآية القرآنية وهذه القاعدة التي يطرحها القرآن في سورة القيامة، نجد أن آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم وأوضح سورة يقسم فيها سبحانه وتعالى بأحد عشر قسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن يتحدث عن هذه العلاقة، العلاقة. طبعا معنى هذه القاعدة شنو؟ يمكن يسأل شنو معنى هالقاعدة، قاعدة التعامل مع النفس. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: مهما حاول الإنسان أن يجادل وأن يبرر أقواله وأفعاله فإنه لا يستطيع أن يكذب على جهتين. ما يقدر، جهتين ما يقدر يكذب عليهم أبدا، نفسه والله سبحانه وتعالى. الله هو آيات، مئات الآيات التي تتحدث في القرآن الكريم. الله بصير، الله عليم، الله يعلم ما تخفيه النفوس، الله يعلم بالسرائر، الله يعلم. أنا أستطيع أن نكذب على الله سبحانه وتعالى؟ يمكن في الظاهر، نعم في الدنيا يمكن، لكن يوم القيامة إذا رب العالمين سألك سؤال: أنت ليش ما سويت هذا العمل؟ شو تقول له؟ يعلم. شو تقول له؟ شو تقول؟ ماذا تقول؟ ليش ما تقدر تكذب يوم القيامة؟ لأن الله ينطق الجوارح، تشهد أرجلهم، ألسنتهم، أعينهم، أيديهم، كل شيء يشهد يوم القيامة. أنت بلسانك تقول وبعقلك تقول، أرجلك تتكلم، إيدك تتكلم، زين نفسك ماذا؟ تقدر تكذب عليها؟ تستطيع أن جهتين يمكن تبرر، لكنك لا مهما بررت، مهما حاولت أن تبرر لأفعالك وأقوالك. ولهذا الله يعلم وأنت تعلم، وأنت تعلم أيضا بطلان ما تقول.
أنت تعلم بطلان ما تقول، نفسك تعلم بطلان ما تقول، لكن لسانك يقول شيء ما تقوله نفسك. ولهذا الإنسان حاول مهما كان يستر ما في داخله، فيلقي الأعذار على نفسه، يلقي الأعذار. تعبير القرآن دقيق جدا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة يعني شنو؟ كلمة بصيرة، بصيرة تتضمن كل معاني الوضوح والجلاء، هذا معنى البصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى الأعذار، الاعتذارات اللي يقدمها، ها هو يعرف داخله شنو، ويعرف داخله. هنا ومن خلال آيات القرآن وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يرتقي الإنسان بنفسه إلى مدارج الكمال وإلى مدارج الرقي، ويصبح، وليس من البعيد أبدا أن يصبح الإنسان في مصاف الأنبياء والأولياء والأئمة عليهم السلام إذا ارتقى بنفسه. هناك أربع خطوات آيات القرآن وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تتحدث عن كيفية التعامل مع النفس، شلون يتعامل الإنسان ويا نفسه. الحين أنت شلون تتعامل ويا صديقك؟ شلون تتعامل ويا أولادك؟ كيف تتعامل ويا زوجك؟ ترسم الخطوة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، ترسم خطوات للتعامل. إذا أنت مو راسمها قبل ترتجلها أيضا، تفكر اليوم أنا شنو أسوي؟ وين أروح؟ كيف أتكلم مع هذا الشخص؟ كيف أتعامل مع هذا التاجر؟ الله عز وجل يقول أيضا هذه النفس خطوات أكل التعامل معها. أول خطوة الله عز وجل يقول أنت أقرب الخلق لنفسك، أنت أقرب الخلق إلى نفسك، فكيف تصدق الغرباء بما يقولونه عنك؟ يعني بعبارة أخرى حسب ما يقول ذاك العراقي بلهجة، لا يقشمروك الناس ولا يخدعوك الناس، يقشمرونك وقصون عليك، يجون يمدحونك، لا أنت لا ترى أن هذا المدح فيك، يذمونك أنت لا ترى أن هذا الذم فيك. ولهذا أمير المؤمنين يقول من عرف نفسه عرف ربه. رجل اسمه مجاشع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، جل النبي يريد يعرف شنو، قال يا رسول الله كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ لأن الإنسان، شوفوا التفتوا إلى جواب النبي شنو، هذا كم سؤال سأل النبي، مو سؤال واحد، 7-8 أسئلة سأل النبي، لأن هذا الرجل يريد يعرف الحق، لأنه إذا عرف الحق هذا نفسه شنو، خلاص مشت سيده في الداخل. قال فكيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله الطريق إلى معرفة الحق معرفة النفس. إيه نعم، هذا نفسك أعرفها زين، أعرف نفسك. الطريق إلى معرفة الحق، الحق منه؟ الحق الله، الحق كلام الصدق، الحق التعامل مع الناس، الحق التعامل مع الأصدقاء، الحق أن لا تكذب، هذا الحق، كل هذا الحق. كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقال معرفة النفس. بعدين ما سكت هذا الرجل مجاشع، قال كيف الطريق إلى موافقة الحق؟ لا أنا مو بس أعرف الحق، موافقة الحق.
قال كيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال مخالفة النفس، النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله كيف الطريق إلى رضاء الحق؟ قال النبي سخط النفس. ثم قال كيف الطريق إلى وصل الحق؟ قال هجرة النفس. ثم قال كيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال عصيان النفس. ثم قال كيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال نسيان النفس. ثم قال كيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال التباعد إلى كيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قال نسيان النفس. ثم قال كيف الطريق إلى قرب الحق؟ قال التباعد من النفس. ثم قال كيف الطريق إلى أنس الحق؟ قال الوحشة من النفس. شوفوا الحق النفس، الحق النفس، الحق النفس، الحق هو الأساس. السماوات والأرض قامت على أساس الحق، كل شيء هو الحق. والنبي يريد يقول لك كل معرفة لا تتم إلا عن طريق النفس، معرفة النفس. ثم بعد ذلك خصمها، سأل سؤال عام هذا الرجل، فقال يا رسول الله فكيف الطريق إلى ذلك؟ أوكي، احنا فهمنا نفس 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 نفس، زين، لكن هذا باختصار يا رسول الله، أريد أعرف الطريق إلى هذه كلها. شنو جواب النبي؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله فكيف الطريق إلى ذلك؟ قال النبي الاستعانة بالحق على النفس، استعانة بالحق على النفس. لهذا إذا عرفت داخل هذه النفس وسبرت أغوارها، البارحة كان في إيدي كتاب جميل إلى كاتب أجنبي، قلت مع الأسف الشديد روايات أهل البيت، حقيقة اطلعت على كتاب واحد بحار الأنوار مئات الروايات، الكتاب اسمه اعرف نفسك، اعرف نفسك، وروايات أهل البيت تتحدث. فإذا إذا عرفت هذه النفس وعرفت حقيقة وسبرت أغوارها، ما حد يقشمرك ويقص عليك، ما حد يقشمرك. قال الصادق عليه السلام لأحد أصحابه أبا النعمان، قال لي النبي، هو الرجل يقول، قال لي يا أبا النعمان لا يغرك الناس من نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم، أنت أعرف بهذه النفس. هذا أولا، أولا. ثانيا، الخطوة الثانية، نفسك عندك، نفسك عندك أنت، حاسبها وأحسن تربية هذه النفس. نفسك وياك، صديقك بعيد عنك، ولدك يمكن تشوفه في اليوم قليل، زوجتك يمكن تشوفه في اليوم قليل، لكن نفسك بين جنبيك، هي موجودة هذه النفس. أحسن تربية هذه النفس، حاسبها. الله عز وجل يقول ونفس وما سواها. إيه؟ تدرون هذه الآية شنو؟ شايفين الكمبيوتر في شيء برمجة، البرمجة شنو هذه؟ هو يكشف الخطأ بنفسه بعض الأحيان، أكو بعض يكشف، هو يكشف الخطأ وينه. الله عز وجل خلى فيك برمجة ذاتية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تقدر أنت تكتشف الخطأ وينه نفسك أنت، لكن أنت ما تعترف. طبعا الإنسان ما يعترف، أنا ما أعترف، أنت ما تعترف. يقدر الإنسان، الله 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 خلى برمجة ذاتية، برمجة ذاتية مثل ما هذا الكمبيوتر فيه برمجة. فحينما يطيع الإنسان ربه ولا يعصيه ويصطلح مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في آية صريحة يقول إن الذين قالوا ربنا الله اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شو يصير؟
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني الله يقول أنت في مأمن، أنت في مأمن من الخوف من المستقبل، أنت في مأمن، لا تخافوا ولا تحزنوا. إذا شنو؟ إذا أطعت الله فلا تخاف ولا تحزن، لأنه الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا بس. فإذا أنت أطعت الله، هذه النفس صدقت ما تقوله مع الله ومع الناس. سجاد عليه السلام يقول ابن آدم لا يزال بخير ما كان لك واعظ، يعني أنت ما دام لك واعظ أنت بخير. واعظ من وين؟ من نفسك، وما كانت المحاسبة همك. الأمر الآخر من الأمور، لا تنشغل الخطوة الثالثة للتعامل مع النفس، لا تنشغل بعيوب الغير، لا انشغل بعيوب نفسك، لا تنشغل، لا تطالع فلان قصير، فلان طويل، فلان عنده، فلان ما عنده، فلان أبيض، فلان أسود، فلان اشترى سيارة، فلان أمواله هالقد، فلان، تؤذي بنفسك أولا إلى الهلاك. نفسية الإنسان تختره، بس الإنسان ما عنده شغل عمل يطالع الآخرين ما عندهم وما لديهم. لا تنشغل، لأنه إن انشغلت بعيوب الآخرين الله ينسيك نفسك. الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نسوا الله يعني شنو؟ يعني منهج الله، يعني برنامج الله، يعني أخلاق الله، يعني صبغة الله. نسوا الله هذا معنى نسوا الله، مو نسوا الله أن نسوا ذكر الله يعني ما قالوا يا الله، لا، نسوا منهجه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، بعد ايش يصير؟ فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم. الله يقول أولئك هم الفاسقون. فاسق هذا الذي ينسى ويتخلى من خلال غفلته. نسى. الصادق عليه السلام يقول كفى بالمرء عيبا، كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه. يعني تطالع عيوب الغير وتنسى عيوبك، أو ينهى الناس عما لا يستطيع التحول عنه، يقول لا تعمل هذا العمل وهو يسويه، لا تفعل هذا الفعل وهو يعمله. الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى الكفر، كفر أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل على الدين، يصادق على الدين، مسلم ومسلم، مؤمن ومؤمن، شيعي وشيعي، يواخي على الدين، صديقه، أن يواخي الرجل على الدين، لكن فيحصي عليه عثراته، يجود قلم ودفتر، اليوم سوى ذا الفعل، أمس سوى هذا العمل، أمس كذا، أول أمس، يسجل يسجل يسجل، مو بالضرورة قلم ودفتر، في ذاكرته يعني، يسجل عليه، فيحصي عليه عثراته وزلاته، ليعنفه بها يوما ما. خاشنها إليه حتى يوم الأيام يقول أنت ذاك اليوم سويت هذا الفعل، أنت سويت هذا، لا خطأ هذا، أنت انشغل بعيوبك، بعيوب نفسك. زين، خطوة الرابعة النظر حقيقة في سيرة الأنبياء والأئمة والأولياء والصالحين. ليش؟ لأن هؤلاء قدوة، قدوة، هؤلاء قدوة. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فسر هذه الآية وعلامات ومن نجمهم يهتدون، قال النجم هو رسول الله صلى الله عليه وآله. قد عالي النجم سان يرفع رأسه حتى يشوفه فيهتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. والعلامات نحن
والأئمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله سيرة الأنبياء وسيرة الأئمة هي الهدى الذي يهتدي به الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله قال: الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتداء والاقتصاد، وجزء من 45 جزء من النبوة، جزء من 45 جزء من النبوة، فكيف لا نقتدي به؟ هؤلاء إذا إحنا قرأنا سيرة الأنبياء وقرأنا سيرة الأئمة، هذه السيرة هي التي ترشدنا لتجعلنا نتعامل مع أنفسنا ذلك التعامل الصحيح. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والمغفرة والرضوان، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.